وبمناسبة عيد الأم رعت الرئيسة الفخرية لجمعية شبيبة الأردن للدراما الدكتورة باسم السمعان حفل الإفطار الذي أقامته الجمعية بهذه المناسبة السعيدة. وخلال الحفل ألقت الدكتورة السمعان كلمة أشارت فيها إلى المهام العظيمة التي تقوم بها الأم في الحياة ودورها الكبير في تربية وتنشئة أجيال المستقبل لأجل تحقيق توازن في الحياة الأسرية والمهنية. وصيتي إنه هالأم اللي عندها أولاد وهالأم اللي عندها زوج وهالأم اللي عندها أحفاد إنهم يتطلعوا على هالأم اللي ربت وكبرت وزوجت وعندها أحفاد يقدروها بكبرها يحافظوا على صحتها لما هي تهمل صحتها يحافظوا عليها بكل متطلباتها لما تبطل تقدر تسوي مثل ما كانت تعمل من قبل. ياما كنتوا مجتمعين بالعيلة غديات وعزايم إلى آخره، بتوصل الأم بمرحلة مش قادرة تعمل هذا الشيء، أنتوا تعملوا لها وأنتوا تكرموها وأنتوا تحموها وتحفظوها وتساعدوها. أنا هاي الرسالة بس اللي بدي أوصلها بعيد الأم، إنه ندير بالنا على أمهاتنا. أمهاتنا هلأ ممكن صحتهم معهم ودايرين بالهم على حالهم، لكن بتوصل مرحلة وبسن معين ضلكم دايرين بالكم على أمكم مثل ما دارت بالها عليكم. كما تحدث السيد موسى النبل رئيس الجمعية عن قيمة الأم وأهميتها في حياة الأسرة والمجتمع، مسلطا الضوء على النشاطات والفعاليات التي تقوم بها شبيبة الأردن للدراما. وقد تخلل الحفل الذي أقيم على أنغاب الطرب الأصيل العديد من الفعاليات والمفاجآت وإجراء مسابقات وتوزيع جوائز في جو عائلي بهيج.